أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أهلا وسهلا بالجميع. نذكر اليوم هو الثاني من شهر نوفمبر. يذكرنا بماذا؟ وعد بالفور. نعم. كم سنة مضى على وعد بالفور؟ تقريبا يعني ما يقرب من 100 عام. 100 عام. في خلال 100 عام تحول الوعد إلى حقيقة. الوعد، وعد الإنسان تحول إلى حقيقة، ووعد الله سيتحول إلى حقيقة. فإذا جاء وعد الآخرة، هناك وعدان: وعد بالفور ووعد الآخرة. وعد بالفور تحقق، وبقي وعد الآخرة لكي يتحقق بإذنه تعالى. ولعل انتفاضة القدس المباركة وانتصار آل عثمان وفتية عثمان في تركيا، هذا كله يعزز بإذن الله تعالى الاقتراب من المعركة، ويعزز نهاية المعركة لصالح هذه الأمة ولصالح هذا الشعب بإذن الله تعالى إن شاء الله. اليوم حديثنا عن أقصوصة شندويل يبحث عن عروس للكاتب المصري محمود تيمور، الذي نصب رائدا للقصة العربية الحديثة كما زعم جملة من الدارسين. وبعد تحليلنا لهذه الأقصوصة سنقف عند هذه المقولة ونرى مدى دقتها ومدى صدقها ومدى مطابقتها للواقع وللحقيقة. نستمع إلى زميلتكم تحدثنا عن ملخص لأقصوصة شندويل. نعم تفضلي. شندويل يبحث عن عروس هي قصة لمحمود تيمور، يتحدث فيها عن ذلك الطفل اليتيم الذي أخذه أحد الفلاحين ورباه عنده. اسمه شندويل. نعم أيوه. أحد الفلاحين ورباه عنده، وحدث له مرض مفاجئ وتوفي هذا الفلاح، فبقي شندويل يخدم الأسرة التي تتكون من 3 فتيات وأمهم. وأصبح شندويل يرعى الحقل ويعيش مع في ركن خاص بعيد عن البيت حتى لا يعني يكون في زريبة حرمة البيت. وصلت الأيام على هذا المنوال حتى دب في قلب شندويل حب للفتاة الكبرى التي بدأت بالنمو وتظهر يعني، فذهب وطلبها من أمها، فقالت له أنك خير وبركة وأنك ابن الدان، ولكن سبق إليك سبق يعني أحد فطلبها صاحب مركز ويتقدم بمهر 100 ألف جنيه وجنينة 100 جنيه. وفضلته على شندويل، وكسر قلب شندويل مرة الأولى، ولم يجد من نفسه إلا أن انصاع للأمر الواقع، وكان يشارك في حفل الزواج، وانتحلت الفتاة الأولى، ومسرت الأيام حتى اندمل جرح شندويل. من ثم كبرت الفتاة الثانية، وقع شندويل في حبها، وذهب إلى أمها وطلبها مرة أخرى، وكان ردها نفس الرد: أنك خير وبركة وأنك ابن الدار، ولكن تقدم إليها صاحب مركز مرموق بزوار مرصع. وفضلته أيضا على شندويل، وكسرت قلب شندويل مرة ثانية، وذهب إلى الزريبة وأخذ يعني انجر إلى الزريبة. لعل الكاتب ماذا قال؟ انجر يعني انجر بخيبته. نعم أيوه. وما لبث إلا أن صعى أيضا للأمر الواقع، وحضر حفل الزواج وكان من المشاركين فيه. والمرة الثالثة تكبر الفتاة الثالثة، ويقع شندويل في حبها ويطلبها، فتكاد الأم أن تقول له: أنت خير وبركة، فيسكت ويقول: لا، أنا خير ولا أنا بركة، أنا شندويل وأريد أن أتقدم لابنتك. فيتقدم لها مسؤول الرعاية الصحية، صاحب أيضا مركز مرموق، نفس الرد يعني كل مرة ذات الرد ونفس الرد. فيكسر قلب شندويل للمرة الثالثة، ويذهب إلى الزريبة أيضا. وبعد أن تتزوج الفتاة الثالثة، يشعر شندويل بمحلال شخصيته، وأنه غصة نعم في قلبه، وأنه كل الذي قدمه
لم يفكر يوما أن يعمل شيء لنفسه، كل لا تقدمه لتلك العائلة التي أيضا لم يعني بخلت عليه، بخلت عليها أيوة في إحدى بنات فتياتها يعني، وحاول أن شندويل أن يذهب، فذهب إلى يعني أم فكرية، هي أمه الفتيات أم فكرية، وقال لها أنه يريد أن يذهب ويرحل عن المنزل وعن المزرعة. فاستغربت يعني أم فكرية واندهشت بشكل كبير، فقال لها أنت امرأة وأنا رجل وألسنة الناس لا تسكت. فدوشت وقالت له أنا بمنزلة أمك وأنت بمنزلة طفلي يعني، فقال لها لا أنا طفلك ولا أنت أمي، أنا رجل وأنت امرأة وأنا أريد أن أتقدم لخطبتك. فتدهش المرأة وتقول كيف يعني وأنا أبلغ يعني من العمر، فقال وهو يخاطبها يا خالة، يا خالة نعم أيوة. فدهشت يعني، ومن ثم اقتنعت بفكرة وقالت له الحب الحب وتزوج أم فكرية شندويل. طب من أكثر مكرا، شندويل ولا أم فكرية؟ لا أم فكرية. من أكثر مكرا؟ هل شندويل خططت من البداية للزواج أم فكرية، ولا أم فكرية خططت من البداية للزواج من شندويل؟ الأمر يحتاج إلى شيء. لاحظوا نبدأ أولا بالعنوان. عنوانات الأعمال الأدبية دائما تخضع للتحليل السيميائي، لأن العنوان يمثل العتبة الأولى للنص، ويمثل صياغته أو تمثل صياغته إبداعا خاصا لدى السارد. لذلك جملة من الدراسات تخصصت في تحليل السيميائي لعنوانات الأعمال الأدبية. شندويل يبحث عن عروس. لاحظوا العنوان يتكون من أربع كلمات، وهناك كلمة محذوفة، ضمير، ما هو؟ عروسة، في ضمير محذوف. عروسة لا إيه؟ أين الضمير المحذوف؟ له، هذا ضمير له جار مجرور، له جار مجرور، كيف أصبح ضميرا له؟ شبه جملة له. عروسته ضمير. شندويل يبحث عن عروسه. الله يسامحك على هالإجابة. هو يبحث عن عروسه. وين شندويل يبحث؟ هو أين الفاعل؟ هو قولوا لي عروسته وعروسه وعروس له، أنا أقول ضمير. شندويل يبحث هو عن عروس. إذن هناك خمس كلمات، هناك خمس كلمات. ولاحظوا العنوان طويل، يمتاز بالطول، العنوان يمتاز بالطول. العنوان بني على الإسمية، لأنه ابتدأ بالإسم، بالجملة الإسمية، شندويل مبتدأ فبني على الإسمية، ثم أعقب الإسمية فعل مضارع أو جملة فعلية، يبحث، استخدم الصيغة المضارعية. هو عن عروس جار مجرور. يكاد العنوان يكون كاملا، العنوان بهذه الصياغة يكاد يكون كاملا، لا انزياح فيه، يخلو من الانزياح. لو قال عروس تبحث عن عريس يكون في انزياح، لأن هذا غير المألوف، كسر للمألوف. لكن عندما يقول شندويل يبحث عن عروس، أمر مألوف مكرور. كل يوم نشاهد ونرى من يبحث عن زوجة، أو نشهد عرسا، أو نشهد حفلة عرس، فأمر مألوف وأمر رتيب، ليس فيه جدة وليس فيه إثارة. لذلك يبدو أن الكاتب أيقن بأن عنوانه يخلو من الإثارة، فعمد
إلى نحت الإثارة من خلال صياغة اسم غريب لهذا البطل أو لهذا الشخصية. فقال شندويل، وشندويل لا ينتمي إلى الأعلام العربية، شندويل لا ينتمي إلى الأعلام العربية ولا الأعلام المصرية حتى كذا، يعني لا نشاهد ولا ولم نرى في حياتنا أحدا اسمه شندويل أو يقترب من هذا الاسم. لذلك سينفتح عالم القصة أو الأخصوصة على عالم غريب مليء بالغرابة أو مليء باللا منطق، لأن الاسم يشير إلى ذلك، يشير إلى غرابة السلوك ويشير كذلك إلى غرابة الأحداث وربما إلى غرابة النهاية، وربما يشير إلى غرابة يعني النهاية. العنوان مكتمل كما قلنا، مكتمل، شندويل يبحث عن عروس، مبتدأ وخبر، والخبر جملة فعلية مكتملة حتى فيها مكملات، فيها زيادة، فيها قيود كما يقولون، لم يكتفي بالعمدة بل أتى بالزوائد والمكملات للعمدة بالجار والمجرور عن عروس. لكن استخدام من الصيغة المضارعية يبحث أعطى نوعا من الصيرورة للعنوان، أعطى نوعا من الصيرورة للعنوان، لم يحسم النتيجة، النتيجة لم تحسم بعد، هل وجد عروسا أم لم يجد عروسا؟ لو قال شندويل بحث كان الأمر حسم، حسم. طب ماذا تقترحون لنجعل من العنوان عنوانا ذا إثارة؟ ماذا يمكن أن نقترح لأن يكون العنوان عنوان يتلبس بالإثارة أو التشويق أو الإيجاز؟ أين العقول والمواهب؟ أيوة تفضلي. الفتى يتزوج خالته. والله لو كتب ذلك سيذهب إلى لجنة التأديب الأزهر لأنه يدخل في الزواج المحارم. هذا صادم، هذا صادم لعقيدة المسلم. نعم. ممكن شندويل والخالة العروس. شندويل والخالة العروس. ما رأيكم، مثير؟ برضو نفس الشيء. أعطوني إثارة أخرى. أيوة. غير بدله. شندويل تبحث عنه عروس. شندويل تبحث عنه، إذا اعتبرنا إنه الخالة كانت من البداية تفكر إنها تتزوجه. تبحث عنه. تبحث عنه. ليس بالضرورة العنوان يلخص الفكرة. ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. فرح. شندويل وعروسه. شندويل وعروسه. وعروسه. عنوان أيضا تقليد يا فرح. تفضلي. شندويل ونصيبه. العنوانات ما زالت تقليدية، يعني العنوانات ما زالت يعني تقليدية. لاحظوا أنه يجب أن يكون هناك حذف في العنوان حتى يكون فيه إثارة ويكون العنوان منفتحا والعنوان يخضع للتأويل وفيه صيرورة، صيرورة الدلالة. يجب أن يكون فيه حذف. أنتم عندما صقتم العناوين، عناوين جاهزة أيضا، عناوين كاملة، لذلك العناوين مغلقة، والعنوان المغلق والكامل يخلو من الصيرورة ويخلو من الإثارة. العنوان يلخص فكرة وإشكال الأخصوصة. العنوان يلخص فكرة وإشكال الأخصوصة. مشكلة القصة أو عقدة الأخصوصة. هل هناك من ملاحظة على العنوان؟ ما لديه ملاحظة على العنوان؟ أو سؤال؟ لا،
مدي سؤال أو ملاحظة ممكن أن يضيفها إلى تحليل للعنوان، إضافة للعنوان؟ طيب ننتقل إلى بناء الشخصيات. كم شخصية في الأخصوصة؟ خمسة. مين يزيد؟ ستة. مين يزيد؟ صارت دلالة هذه. ممكن نحكي في شخصيات رئيسية وفي ثانوية. كلها كل الشخصيات. تسع شخصيات تقريبا. شندويل. شندويل. وأم فكرية. وبنات ثلاثة. بنات ثلاثة. وأزواجهن. زائد رب الأسرة المتوفى. لاحظوا أن القصة أو الأخصوصة تكدست بالشخصيات. تكدست تسعة في أخصوصة، شخصيات كثيرة. المفروض الأخصوصة دائما تركز على شخصية أو شخصيتين أو حتى جانب من شخصية، لكن عندنا تسع شخصيات. لاحظوا أن البطولة تتردد بين شندويل وبين أم فكرية، أما الشخصيات الأخرى فهي شخصيات غير فاعلة سرديا، حتى لم نسمع صوتها قط، لا صوت لها. الصوت المهيمن هو صوت أم فكرية. صوت المهيمن هو صوت أم فكرية، والصوت المهيمن أكثر هو صوت السارد. صوت السارد واضح جدا أنه صوت السارد يعني له تلك الهيمنة، وهذا يعد يعني فيه ضعف سردي أو قلة تكنيك سردي. يجب أن يكون صوت السارد يعني محايدا، غير مهيمن وغير واضح في السرد. فلدينا ثلاث بنات وأزواجنا لم نسمع لهن صوتا، رب الأسرة متوفى قبل بداية القصة. إذن البطولة تترنح أو تتردد بين شندويل وأم فكرية. الوصف الذي وصفه الكاتب لشندويل يكاد يكون وصفا مثاليا، اقترب من وصف المثال. افتحوا الكتاب الصفحة الأولى على القصة على الخصوصة، اقرأ يا فرح من وسط الصفحة. شندويل هذا فلاح من قرية المنشية، وهي من أعمال شبين الكوم. رجل في حاله، لا يعرف العيب ولا يجري لسان ولا يجري لسانه به. مخلص أمين، طيب القلب، لين العريكة، ولكنه معروف بصراحته لا يداري أحدا. نشأ يتيما. بعض هذه الصفات ستعطي استباقا في مصارحته لأم فكرية، يعني في نوع من الاستباق. نشأ يتيم الأبوين، لم تكتحل عيناه بمرآهما، فكفله رجل خير مزارع له أرض تفي عليه رزقا محدودا. الصفات تكاد تكون مثالية. نحن لا نريد من الكاتب أن يصور لنا شخصيات ملائكية، نريد أن يصور شخصيات إنسانية بكل فضائلها وبكل نقائصها، بكل إدبارها وبكل إقبالها، بكل علوها وبكل سفلها. لا نريد أن يصور لنا شخصيات مثالية وشخصية وكائنات فضائية وكائنات ملائكية. لذلك الكاتب أضفى مسحة من المثالية على وصف الشخصية، والوصف هو ما نسميه الوصف الجاهز، وصفا جاهزا. يعني هو طيب القلب، هو نقي، هو كذا، هذا وصف جاهز. نريد أن نرى من خلال سلوكه أنه طيب القلب، من خلال الدراما، من خلال حركته، من خلال صوته، من خلال مواقفه، أنه ذكي، أنه طيب القلب، أنه مخلص، أنه لا يداري. لا أن يكون الأمر وصفا جاهزا. ما عاد اليوم التكنيك السردي يقبل بالوصف أو الأوصاف الجاهزة. أم فكرية لم يتحدث لا عن صفات فيزيائية ولا اجتماعية ولا صفات نفسية لهذه المرأة، فقط يبدو أنها امرأة حكيمة، امرأة جميلة، امرأة يعني متحكمة في البيت، ذات سطوة وذات سلطة. البنات لا شيء عن البنات، لا شيء عن الأزواج، لا شيء عن الأسرة، عن رب الأسرة، سوى أنه فلاح وهو رب هذه الأسرة. الحدث أو الأحداث تكاد تكون متسلسلة،
وإن كان يداخلها شيء من الافتعال، يعني لما يموت الأب؟ هو أمات الأب حتى يرعى شندويل هذه الأسرة، حتى يرعى شندويل هذه الأسرة، ولم يذكر لنا سبب الموت ولم يحدثنا عن سبب الموت. الحدث أحيانا فيه شيء من التمطيط، إيقاع الأحداث بطيء، فيه شيء من التمطيط، مط الأحداث، يعني يذهب يخطب الأولى فترفض فكرية فيخطب الثانية فترفض فكرية فيخطب الثالثة فترفض فكرية، تمطيط للأحداث، في نوع من التمطيط في اللي هو الأحداث. الأحداث بسيطة متسلسلة، أحيانا تكون غير مسببة، غير مسببة، يعني في نوع من المفاجأة في الأحداث بدون تسبيب. الزمان الخارجي مطلق، الزمان الخارجي في الأقصوصة زمان مطلق، لم يحدثنا متى حدثت القصة، في عهد محمد علي، في عهد الملك فاروق، في عهد عبد الناصر، في أي زمن وفي أي عهد. أما الزمن الداخلي فقد ارتبط بشخصية شندويل، الزمن الداخلي ارتبط بشخصية شندويل فقط، وهذا الذي يجب أن يركز عليه، الزمن النفسي، نطلق عليه الزمن الداخلي أو الزمن النفسي الذي يتعلق بالشخصية، يتعلق بأحوال الشخصية، هذا هو الأهم، الزمن النفسي. كان عليه شيء من التسليط لكن لم يكن مكتملا ولم يكن جليا، لذلك غاب المونولوج وغاب تيار الوعي في هذه القصة. والزمن صار بخط الرتيب من الماضي للحاضر للمستقبل، في نوع من الرتابة في خط الزمن، لم يخضع للتهشيم، يعني كان يمكن للكاتب عندما رفضت أم فكرية زواجه من البنت الأولى أن يحدث استرجاع للشندويل عن أيامه الأول التي قضاها في هذا البيت، أو عن حياته في الشارع أو في الملجأ، من أين أتى به الأب لرب الأسرة، يعني أين وجده؟ هل وجده في الحقل؟ وجده في الشارع؟ وجده في الملجأ؟ أخذه من الحكومة؟ كان يعرف والديه؟ هذه كلها ثغرات سردية كان ممكن تغطى من خلال الاسترجاع، تغطى من خلال الاسترجاع، لكن ذلك لم يحدث، فكان هناك تركيز على الحدث اللحظة الحاضرة. المكان كان محايدا في القصة، محايد، لا أثر له في أحداث القصة. المكان كما قلنا لكم سابقا ليس حيزا فيزيائيا فقط، المكان له سطوة وله أثر في علاقات أهل المكان أو سكان المكان. يعني الآن مثلا ونحن نجلس في المسجد، لو كنا في المسجد هل نسلك سلوكا كما نحن في الشارع؟ من الذي اختلف؟ المكان. إذن المكان له تأثير على علاقاتنا مع بعضنا البعض. طب لو كنا على البحر هل نسلك سلوكا كما نكون في الشارع؟ لا. لماذا؟ عفوا، لما نكون عند البحر في البحر كما نكون في محاضرة علمية؟ لا. لماذا؟ المكان. إذن المكان يفرض علينا نوع من العلاقة، وهذا الذي نقوله، أن أحيانا المكان يفرض شيئا من العلاقات التجريدية بين شخصيات المكان. الفلسطيني في أرضه ليس هو الفلسطيني في الغربة، والعربي في وطنه ليس هو العربي في أوروبا، الأمر يختلف، والمثقف العربي في بلادي ليس هو المثقف العربي في الغربة. ربما يعني نجد المثقف العربي أو الإنسان العربي في بلدي يحيا فوضى كاملة،
واقتتاله وصراع مع الآخر العربي. لكن إذا ذهب إلى أوروبا يلتزم بقوانين وقيم المكان، مع أنه شخص نفسه ذاته، لكن ما الذي تغير عليه؟ المكان. يبقى يلتزم بقيم المكان ويلتزم بثقافة المكان. إذا المكان له سطوة ودلالة في علاقات الناس مع بعض البعض. الكاتب تحدث عن الحقل، لكن لم يحدثنا عن جماليات الحقل المصري. والحقل المصري جميل رائع، يفيض بالجمال والسحر. شكل جماليات الزراعة والذرة ولا قصب السكر ولا القمح، وجماليات الأرض السمراء أو الحمراء المحروثة، وجماليات الفلاح المصري، وجماليات الجاموس المصري، والامتداد المصري والخضر المصرية والنيل وجريان الماء. الطبيعة جميلة. كان يجب على الكاتب أن يدخلنا في شيء من هذا، يعني الجمال، سحر الجمال، المكان. بيت فكريا، لم يحدثنا عن مقتنيات هذا البيت، البيت المصري، كم غرفة، كم بيتا. لم يحدثنا الكاتب عن جماليات البيت المصري كذلك، وخاصة البيت الفلاح المصري، ممتاز بالامتداد والسعة والفضاء والشمس والهواء، وفيه الإنسان يتجاور مع الطير أو يتجاور مع الحيوان، في نوع من دفء العلاقات الإنسانية في البيت القروي أو الريفي المصري. كان يجب أن يكون هناك يعني حديث عن هذا الدفء. كذلك الزريبة، الزريبة، الزريبة التي عاش فيها شندويل. يحدثنا عن فراش شندويل، عن وسادة شندويل، عن الزير الذي يشرب منه شندويل، عن مقتنيات هذه الزريبة، أغراض هذه الزريبة. المكان كان محايدا، المكان كان محايدا. الصراع، هل كان في القصة صراعا؟ هل كان في القصة صراع؟ أين الصراع بين من ومن؟ بين فكرية، أم فكرية وشندويل، إنه الزواج من أم فكرية، لكن انتهى الصراع بالزواج منها. غاب الصراع لأن أم فكرية تسلطت على الشخصيات وخاصة على شندويل. كان يجب أن يكون الصراع بين شندويل وأم فكرية، وقلنا لكم أن الصراع يكون بين قوتين متعادلتين حتى يكون هناك صراع. لكن عندما يكون هناك سطوة، يغيب الصراع. دائما كانت أم فكرية تحسم الصراع لصالحها من الضربة الأولى، وينجر دائما شندويل إلى الزريبة، لا يقاوم، لا يصارع، ليس في يديه أدوات للصراع. دائما أم فكرية تحسم الصراع من الضربة القاضية، بالضربة القاضية تحسم الصراع لصالحها. لذلك غاب الصراع. كان ودنا أن يكون هناك من اللحظة الأولى التي رفضت فيها أم فكرية زواج شندويل، أن يكون هناك شيء من المقاومة وشيء من المدافعة والمنافرة لأم فكرية وهيمنة أم فكرية، لكن كان هناك استسلام تام وكامل من الطرف الآخر، لذلك غاب الصراع. وهناك أيضا شيء اسمه ترحيل العقدة، ترحيل العقدة، يعني العقدة في زواج شندويل، فترفض فكرية في البنت الكبرى، فترحل العقدة إلى البنت الوسطى، ترفض فكرية البنت الوسطى، فترحل العقدة إلى البنت الصغرى، ولم تحل، وحلت العقدة في نهاية، في نهاية القصة. ففرضا لو رفضت أم فكرية، كيف كان سيحل الكاتب العقدة؟ أن يتزوج شندويل أم فكرية. كان في النهاية يمكن يتزوج أم فكرية. فهذا يسمى ترحيل العقدة.
اللغة اللغة بسيطة وعادية، اللغة بسيطة وعادية لا تحتوي على عمق سردي، وشاعت فيها المحكية ألفاظ أو مفردات المحكية المصرية، شاعت فيها مفردات المحكية المصرية. أعطوني أمثلة على المحكية المصرية الموجودة. تفضل. أنت خير وبركة وأنت أنت خير وبركة. أنت خير وبركة. يفتح الله. يفتح الله. يخبلك ربنا. يخبلك ربنا. يا عيب الشوم. يا عيب الشوم. ماذا أيضا؟ يفتح الله يا خالة. يفتح الله يا خالة. الزعبوط. ما هو الزعبوط؟ الزعبوط في اللهجة الصعيدية البنطال. الزعبوط هو البنطال، والبنطال أو البنطلون لقد كل يوم البنطلون هو اختراع إسلامي عربي وليس اختراع أوروبي. اختراع البنطال اختراع إسلامي اخترعه أهل الأندلس لتلبسه المرأة تحت ثوبها الفضفاض حتى يستر يعني جسد المرأة، وبعد ذلك انتقل إلى أوروبا وأصبح يستخدم للرجال. فالذين اليوم يقاومون البنطلون والبنطال ويقول لك بدعة، له اختراع إسلامي واختراع عربي بالدرجة الأولى. الأوروبيون الهمج كان وقتها يلبسون ما يسمى بالتنورة اليوم، وإلى الآن يلبس بعض الأوروبيين يعني هذا اللي هو اللباس كنوع من المحافظة على تراثهم يعني القديم. فالبنطال اختراع عربي واختراع إسلامي. فالزعبوط في اللهجة الصعيدية هو يعني اللهجة المحكية شاعت في لغة الحوار، مفردات المحكية شاعت في لغة الحوار. طب لما لغة الحوار؟ وهذا يعني يكاد يكون تقنية سردية سادة عند كثير من الكتاب فلسطينيين ومغاربة وعرب موجود وسودانيون كذلك. لما المحكية تشيع بكثرة في الحوار عند الكتاب؟ لأن الكاتب يريد أن يعكس واقعية الحوار، أن يعكس واقعية الحوار فيستخدم اللهجة المحكية. النهاية، ما رأيكن في النهاية؟ غير متوقعة ومخيبة وصادمة. والنهاية تدل على أن شندويل كان يتردد أو صفاته تتردد بين السذاجة أو المكر، السذاجة أو المكر، وكذلك هم فكرية، كذلك هم فكرية. لماذا سجن نفسه شندويل في هذه الأسرة؟ كان يمكن من المرة الأولى أن يخرج من هذه الأسرة ويبحث عن إحدى فتيات القرية، لماذا يصر أن يبقى في سجن هذه الأسرة وسجن هذا البيت؟ كان له يعني أن يخرج من هذا السجن وأن يبحث عن فضاء أوسع من فضاء هذا البيت، لا أن يقاتل في معركة يعني ليست معركته وفي ميدان ليس ميدانه. ما الرسالة التي تحملها هذه القصة؟ هل هناك من رسالة؟ الرسالة أنت أخذت كلام محمد حسين، أنا أريد من قراءتك، دعك من كلام محمد حسين، لأن أريد أن تنقل لنا كلام محمد حسين، أريد كلاما جديدا غير الكلام الذي يعني نقلناه لكم في الكتاب. ما الرسالة؟ أن الإنسان يعطي لنفسه، يعني يضحي من أجل الآخرين كثيرا، يعطي يعني لنفسه من هذه الحياة. يعني دعوة للتضحية، أفهم من كلامك؟ هذه دعوة للتضحية؟ يعني لا ينسى نفسه، يعني نصيب نفسه. يعني أعطى كثيرا لهذه الأهل. أيوة، توازن يعني. أيوة، أعطى كثيرا لهذه العائلة وفي النهاية يعني لم يأخذ شيئا. لم يأخذ شيئا. جميل جميل، هذه رسالة جميلة. نعم، لا شيء يسعى.
لا شيء من قال ذلك؟ لا، كثير من الأشياء تستحق الحزن والاهتمام والبكاء والعويل، من قال ذلك؟ كثير من الأشياء إذا وصلنا إلى هذه الدرجة لا شيء يستحق معنى ذلك، أصبحت الحياة بلا معنى وبلا مضمون، وأصبحنا نسير نحو الانتحار والفناء والقلق الوجودي. لا، أشياء كثيرة تستحق الاهتمام والحياة. الأمر الذي تسأل عنه أن الرجل يبقى رجل والمرأة تبقى امرأة، يعني لا يوجد علاقة أم وابن دون أن يكون. جميل، ممكن، صحيح، جميل. الرسالة الملاحظة أنها رسالة مشوشة، رسالة غير واضحة غير بينة. يعني الدكتور محمد حسين في كتابه قضايا الأدب الإسلامي قال الرسالة رسالة إسلامية تتحدث عن موضوع التبني، الفكرة الخطأ عن التبني بأن الولد الذي يتربى في أحضان أسرة يصبح واحدا منهم، لا، لما في النهاية عندما يكبر ينظر للبنات بنظرة الشهوة، والدليل على ذلك أن شندويل طلب الثالثة الأولى والثانية والثالثة ثم طلب كذلك الأم، وصرح شندويل في نهاية القصة بأنه كان ينظر للأم نظرة بشيء من الشهوة. نعم، ممكن تكون هناك رسالة اجتماعية تدعو للتكافل، وأن نهاية المعروف لا تكون إلا معروفا، وممكن تكون رسالة أيضا حياتية أن لنفسك عليك حقا، أعطي كل ذي حق حقه، لا تحترق من أجل الآخرين، لا تحترق من أجل الآخرين. نكمل إن شاء الله المرة القادمة، لكن نريد من كنا كل طالبة أن تقرأ على الأقل قصوصة أو قصة قصيرة لمحمود تيمور غير قصة شندويل، حتى نكون رأيا بعد ذلك عن أدب والمستوى الفني لدى محمود تيمور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.